الآن يشرفنا من نيويورك الزميل الكريم ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. عودا حميدا يا ياسر، كيف وجدت نيويورك وكيف وجدت الحالة السياسية المحتدمة بين قوسين في مدينة المال والأعمال الأمريكية نيويورك؟ خالص التحية لك زميلي العزيز محمد، شكرا لك وتحية للسادة المشاهدين. يعني جئت لأرى أن ما زالت الانتخابات الأمريكية هي المؤثرة على الشعب الأمريكي. أصبح الآن أو أصبحنا قرابة شهرين ونصف عن الخامس من نوفمبر. يعني اليوم طلعتنا أيضا الأخبار محمد كما تفضلت بهذا اللقاء الجماهيري لكاميلا هاريس والرئيس جو بايدن، وهذه بالمناسبة هي المرة الأولى التي يذهب فيها الرئيس جو بايدن مع كاميلا هاريس في حملة انتخابية. الديمقراطيون محمد عازمون على يعني نجاح في هذه الانتخابات، ورصدوا من الأموال الكثير، آخرها كما قالت واشنطن بوست بالأمس 90 مليون دولار أمريكي لتكون دعاية في الولايات المتأرجحة وعلى رأسها بنسلفانيا وويسكونسن. عفوا يا ياسر، على الجانب الآخر لدي كما تفضلت أيضا سؤالان اعتراضيان، وسأترك لك الوقت لكي تكمل رسالتك التي أنا شغوف للإنصات إليها. لكن السؤال الاعتراضي الأول، هل ما زالت لبايدن شعبية يدعم بها كامالا هاريس؟ هذا أولا. ثانيا، أنت تحدثت عن 90 مليون دولار من الدعاية، فيما ينفقونها دعاية حائطية، دعاية شوارع، دعاية تلفزيونية أم ماذا؟ تفضل. بالنسبة للسؤال الأول محمد، وهذا سؤال جيد للغاية، على المستوى الشخصي لا أرى أن للرئيس الحالي جو بايدن أي بصمة في يعني مساعدة كاميلا هاريس. اليوم فقط لحفظ ماء الوجه للحزب الديمقراطي يظهر، وبما أنه يعني أصبح له في البيت الأبيض بعض الأشهر فهو متواجد، ليس له من القيمة السياسية كما كان قبل أن يقوم بالتنحي. كذلك أيضا صحيفة زهل وصفته بأنه ليس لديه الكاريزما في خطاباته مثل باراك أوباما الرئيس السابق والرئيس أيضا السابق بيل كلينتون. أما على السؤال الثاني، يعني محمد، بالنسبة لهذه الأموال، هذه الأموال يعني تدفع في كل هذا، تدفع في وكالات الأنباء، تدفع في مسألة تأجير القاعات، يعني تدفع في كل مناحي كما هو العادة في الشرق الأوسط، ولكن بزخم أكبر، بإمكانيات أكثر، يعني تأجير أماكن عدة. هنا مسألة الانتخابات، يعني لنقل بأن مسألة المادة فيها هي مسألة كبيرة للغاية ومؤثرة، وهذا ما يرجعنا كما تحدثنا سويا محمد منذ بضعة أسابيع عن مسألة أن الحصان الأسود كينيدي لا يستطيع اللحاق بركب دونالد ترامب، وأيضا في الوقت الذي تحدثنا فيه بجو بايدن، حيث أن حملته الانتخابية لا تجمع من الأموال مثل ما يجمع الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري، وهذا أيضا ما أعلنه ويتنافس به كلا الحزبين، ويبين أو تبين كل حملة محمد مدى ما جمعت من أموال، حيث أيضا أكدت حملة بايدن بالأمس بأنها جمعت في شهر يوليو الماضي فقط 310 ملايين دولار أمريكي، وهذا أيضا يبين على الشعبية لهذا الحزب أو ذاك. لو أنك، وهذا امتداد للسؤال الاعتراضي الثاني يا ياسر سامحني، لو أنك أعظم سياسي في الدنيا، لو أنك جورج واشنطن نفسه أو لينكولن مثلا، لكنك لا تحظى بأموال الدعاية الكافية، فلن تنافس في انتخابات الرئاسة الأمريكية يا ياسر؟ هكذا أرى منذ أن وطأت قدمي الولايات المتحدة الأمريكية، هكذا يعني يعول
كل مرشح على أن يكون قريبا ممن هم يعني يمتلكون الأموال مثل إيلون ماسك على سبيل المثال. كلماتهم هؤلاء الأغنياء كلماتهم مؤثرة، يدفعون الملايين من الدولارات لتأييد هذا وذاك ويؤثرون. إذا ما كان هناك يعني لابد أن يكون هناك تقريرا محمد يعني أو حتى بيانات آتيك بها المرة القادمة لأبين أن الأموال في حملة انتخابية ما في سنة من السنوات قد أثرت بشكل إيجابي لترجيح كفة عن كفة أخرى، ولكن الجميع يعلم بأن الأموال هي يعني من الأدوات الهامة للغاية بل المؤثرة بكل المقاييس، وهذا أيضا ما يجعل المرشحين محمد أن يذهبون إلى فئة من الفئات لنقل الفئات اليهودية على سبيل المثال لأنهم يمتلكون الأموال ويمتلكون أيضا الإعلام هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، فيخاطبون ودهم في مسألة يعني الخطابات الخاصة بهم ومحاولة حتى التودد لهم بمسألة مغازلتهم في أنهم يقفون على سبيل المثال مع إسرائيل قلبا وقالبا، وهذا أيضا السر في أن لا مرشح على الإطلاق يستطيع أن يقول أنه سوف يتخلى عن إسرائيل، حيث أن من وراءها من الكتلة المهمة الغنية صاحبة النفوذ المال وأيضا الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية لا يقبلون مثل أو عكس هذا الأمر من التأييد من أي مرشح لإسرائيل. ياسر أشكرك جزيل الشكر، كنت قد وعدتك ووعدت المشاهدين بأننا سنستمع إلى باقي رسالتك لكن الوقت سرقنا، والعزاء الوحيد أنك ستكون معنا في حلقاتنا المقبلة بأسرها يا ياسر حتى نوفمبر وبعد نوفمبر إن شاء الله. شكرا جزيلا لياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك.